بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مشاكل التزهير في نبات الطماطم سواء داخل البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية. أولا مشاكل التزهير وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها دي، بداية من شهر 7 و8، وخد معاك برضو يعني شهر 9، لأن المناخ ابتدى يتغير في جميع الدول العربية، فعندنا شوية مشاكل بصراحة. ولو يعني حتى للمزارع العادي لو نظر لقصة التزهير ديت هيعرف ايه سببها ايه. يعني انت النهاردة لو زرعت طماطم مثلا في شهر 2 تمام وشهر 3، مفيش عندك اي مشكلة خالص في التزهير. طيب لو انت زرعت بداية من شهر 10 طماطم او من نص الاخير من 9، برضو ما عندكش اي مشكلة في التزهير تمام. طيب امال لما بتزرع انت بقى في بداية شهر 8 وبتزرع في 7، ليه بيبقى عندك مشاكل في التزهير؟ معروف العوامل البيئية، والعوامل البيئية مش بس بتتمثل اول طبعا على رأسهم درجة الحرارة. درجة الحرارة ديت مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، لان درجة الحرارة النهاردة زيادة وبتصل طبعا في كل الدول العربية ل40 وبتعدي كمان تمام. بالاضافة الى درجة الحرارة شدة الاضاءة نفسها والنهار الطويل، تموه ده عبء برضو على النبات تمام، لان زيادة الاضاءة اساسا لها مشاكلها وقلة الاضاءة لها مشاكلها تمام. فشدة الاضاءة نفسها عملنا مشاكل، وكمان نسبة الرطوبة عملنا مشاكل تمام. رطوبة النهاردة لو حبيت تشوف حضرتك في الكويت هتلاقيها فوق 100 تمام، يعني حاجة لا، إن ما كانتش صحتك كويسة ممكن تموت بجد، مش كلام يعني ما كانش الجهاز التنفسي عندك كويس ممكن تموت لو أنت بتبذل مجهود تمام. فالنبات عليه 3 عوامل: عامل الحرارة، وعامل الإضاءة شدة الإضاءة، وعامل الرطوبة. في بعض العوامل دي ممكن نتحكم فيها، وفي بعض العوامل من دي لا يمكن نتحكم فيها. اول حاجة ممكن تتحكم فيها الحرارة، هنعمل شوية تظليل تمام، وهنبدأ نعمل بيوت محمية، وفي البلاد اللي هي يعني درجة الحرارة فيها يعني كده مهذبة شوية زي مصر، في خصوصا في الشمال، شمال مصر، هنقدر برضو بشوية معاملات كده نعدي الموجة دهية تمام. واذا كانت الموجة اصلا مطولة، وإذا كان كمان شهر 9 نفسه ابتدى يدخل في النطاق الحار. بس اللي بيساعدنا في شهر 9 إن الليل ابتدى بيطول شوية والنهار بيقصر، فهمني، فالإجهاد يعني بيقل شوية في الأيام. طبعا الأيام السنوات اللي جاية إن شاء الله ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، هتلاقي الأمور خرجت عن السيطرة، وابتدى اللي عايز يزرع طماطم لازم يبدأ يزرعها في تحت حماية، يعني تحت حماية ازرعها تحت تظليل، في شبكة، في تحت نت، شادو نت، أو هيعمل بيوت مبردة. يعني الامور مش، انا اعتقد ان لان كل سنة درجة الحرارة بتزيد عن السنة اللي قبلها تمام. والمشكل مش في عملية العقد برضو، لما درجة الحرارة بتزيد المشكلة عندنا برضو مش مشكلة العقد وظاهرة بروز المياسم والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. مشكلتنا في الحرارة ان هي عبء على النمو الخضري نفسه، ما بيبقاش في نمو خضري، وبيضطر النبات طبعا، لان انت عندك حرارة وعندك المجموع الخضري، المجموع الخضري شغال عمال بيبذل طاقة شديدة عشان في عبء حراري، بيبذل طاقة، يعني طاقة النبات بدل ما تخزن لمصلحة النبات لا بتهدر علشان العبء الحراري وعبء الرطوبة وعبء الـ 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 الإضاءة، شدة الإضاءة اللي موجودة
او اللي وقع على النبات. فالنبات يعني تخيل يعني الانسان لو فيه يعني الم واحد بتحمله، بس تخيل لو انت عندك الم في رجلك والم في اسنانك والم في صداع في دماغك، بتبقى يعني في حاله غير طبيعيه خالص بالمره. هكذا النبات، النبات ليه ظروف معينه برضو، مش 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 كل حاجه هيقدر يعني يجابهها يعني، لا اكيد فيه مشاكل كبيره بتحصل للنبات. طيب لو انا عندي درجه الحراره عاليه وعندي المجموع الخضري قليل طبيعي، طيب التزهير، التزهير مفيش طبيعي يعني. ليه؟ لان احنا عارفين يعني ام قويه جنين قوي، طب ام ضعيفه خلاص مفيش جنين، مفيش تزهير. تعال لي بقى على دور الرطوبة كمان، الرطوبة ديت النهاردة بقول لك فيه مشاكل كتيرة بالنسبة للرطوبة حضرتك. تعال لي حضرتك الرطوبة مش قصة بقى ان ما فيش عقد، ده الزهرة نفسها بتسقط، الزهرة نفسها بتسقط. خلاصة الموضوع يا جماعة ان احنا عشان نعيش ونتعايش مع الوضع اللي احنا فيه ده هوت، لابد ندور بقى على ان احنا نزرع تحت شاش مع اصناف برضو عقد حراري، مع رش منظمات النمو وقدر الاستطاع، مع اي حاجه يعني تشيل او تقلل من الاجهاد الحراري اللي واقع على النبات. كل الحاجات دي حضرتك لازم ناخدها في الحسبان، والا للاسف الشديد حتى لو في زهر، خد بالك من كلامي، ممكن النبات يبقى يعني المجموع الخضر الى حد ما شغال شويه تمام، بس ممكن برضو يكون فيه زهر، نرغم النبات بأي حاجة ان هو يكون فيه زهر. بس تعال لي لو عندي عبء حراري برضو زايد عن اللازم، هلاقي حباية الطماطم تدي التضليعة واللون الابيض وبعد شوية تحمر وهي صغيرة حتى ما بتكمل 50-60 جرام، وديت بنشوفها للأسف الشديد وشفناها كتير وما زلنا بنشوفها كل يوم. اذا الحل فيه زي ما قلنا ان احنا اول حاجة يعني بقدر المستطاع نحترم المواعيد الزراعة، وان انا يعني في ناس زرع خيار في مصر في شهر 7 تمام، زرعينه اوبن فيلد وعمالين بيقولوا الحق والتزهير، طبيعة التزهير عندك هيكون سيء لان انت زرع في شهر 7 اساس، واحد زارع في بيت في شهر 7 وزارع في بيوت محمية، طب شهر 7 انت النهاردة عندك يعني شهر 7 نجمع فيه مش نزرع فيه، انت زارع النهاردة في شهر 7 يعني المفروض كنت بتزرع جمع في زارع في شهر 5 تمام وبتجمع في 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 7، اما انت في شهر 7 شوف درجة الحرارة عندك 35 هتكون داخل البيت المحمي 45، طبيعي اصلا كده مهما ظللت ومهما عملت حاجة، فهمني؟ فأول حاجة نحترم المواعيد يا جماعة، بقدر الإمكان نحاول نشوف أصناف يعني إلى حد ما أشوفك برضو بالعقد الحراري، في أصناف بتتحمل شوية في الحرارة، ولكن إذا موجات الحرارة كانت زيادة عن اللازم تمام وقابلها رطوبة عالية وقابلها الصيف زي ما واحد بعت لي 0.23 خرب بيه انا بقالي ب60 يوم، طب ما انت 60 يوم انت النهارده في 8، شوف انت زارع اساسا في كام يعني، انت في اخر 8 يعني انت زارع في شهر اول 7، ففي اول 7 ما تقوليش بقى 0.23 وغيره، مصيرك لازم يبقى كده. فلازم ناخد بالنا ونتقي ربنا في الفلوس اللي احنا بندفعها وفي قوت ولادنا، وما بتزرعوش، ازرع في الوقت المناسب ورزقك على ربنا سبحانه وتعالى. الـ كل مشاكلنا بسبب درجة الحرارة أولا، شدة الإضاءة اللي واقعة طول النهار، عندك الرطوبة العالية، كل دي عوامل من شأنها ان هي تفركش الأوراق بتاعت الطماطم كلها وتلخبط الأوراق على مائدة الدبلوماسية العالمية بتاعت الطماطم، فهمني؟ فزي ما قلت نحترم الميعاد بتاع زراعة الطماطم، نحترم الأصناف اللي ممكن إلى حد ما ممكن نغطي بشاش، ممكن يعني نستخدم منظمات النمو، وحتى خد بالك حتى رش الهرمون الصريح على الأزهار لو انت عندك درجة حرارة برضو عالية والمجموع الخضري مفيش، طب انا عقدت الزهرة وبعدين ملهاش لازمة اساسا، ان هي مش هتكبر. ده اللي يعني حابب نقوله وبننبه عليه كل يوم وكل ساعة وكل ثانية، بحيث ان احنا ما نبددش الاموال بتاعتنا في حاجة للأسف الشديد يعني
او شوف محصول بديل، يعني مش لازم طماطم، يعني شوف محصول بديل يعني يمشي معاك شويه. يعني كنت تزرع مثلا محصول زي الذره وبعد كده تزرع طماطم، ايه المشكله؟ تزرع ذره رفيعه بتاع الصعيد وبعد كده ازرع طماطم، يعني هي ما فيش، ازرع لوبيا وبعد كده ازرع شويه طماطم، المهم حاجه تتحمل الحراره. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.